دي سيلولر اليمنتس بتاعت البريفرال بلود. اول واحده دي نيوتروفيل، هنقرا اللي هي البوليمورف نيوكلي، هي مالتي نيوكليتد كده ونيوكليها شكلها مختلف. الايزينوفيلز هي الايزينوفيليك سيتوبلازم، يعني لونه احمر وجرانيولر يعني محبب منقط كده. ونعرفها ازاي؟ شبه النيوكليس بتاعتها شبه الهيدفون، عارفين الهيدفون السماعه شكلها كده فعلا شبه الهيدفون، ودي ايزينوفيليك جرانيولز عشان كده اسمها ايزينوفيل. البيزوفيل نتوقع برضو يبقى فيها بيزوفيليك جرانيولز، تمام. والنيوكليا بتاعت شبه كانها تو كيدنيز كده ومرتبطين ببعض، شايفين شكلها عامله ازاي؟ دي البيزوفيل، تمام. الليمفوسايت بتبقى النيوكليا بتاعتها كبيره خالص والسيتوبلازم بس رم حوالين النيوكليس، دي الليمفوسايت. المونوسايت بتبقى حجمها كبير وكيدني شيب دي النيوكليس. البليتلتس اللي هي الصفائح الدمويه بتبقى صغيره خالص كده شبه الصفائح خلاص. الاريثروسايتس اللي هي الار بي سيز هي حمراء ومدوره ما فيهاش حاجه، تمام. بعد كده جبنا بلوت فيلم، بقى دي صوره حقيقيه، نشوف بقى البليتلتس الصغيره خالص دي والار بي سيز اهمت، ودي نيوتروفيل اللي هي سيجمنتال نيوكليس، ودي ايزينوفيل لونها شايني ريد، وبيزوفيل لونها لونها ازرق، تمام. والمونوسايتس كبيره شويه وكيدني شيبد نيوكليس، تمام. النيوتروفيل بقى علينا عليها اللي هي البوليمورف نيوكليير، زي ما اتفقنا النيوكليس بتاعتها اشكال مختلفه وسيجمنتد كده. هنا ايه الفرق بين المونوسايت والنيوكليس؟ شايفه الحجم؟ المونوسايت كبيره وكيدني شيب نيوكليس، النيوكليس صغيره شايفه، والنيوكليس كبيره خالص وسايبه سيتوبلازم ريم حواليها صغير خالص. والبيزوفيل؟ تمام. البيزوفيل من اسمها بيزوفيل زرقاء اهي. ايزينوفيل اهو جرانيولر شايني ريد سيتوبلازم، والنيوكليس جوه شبه الايه السماعه زي ما اتفقنا الهيدفون، ودي بيزوفيل عامله جرانيولر مليانه ايه بيزوفيليك، السيتوبلازم بتاعها بيزوفيليك عشان كده اسمها بيزوفيل. الليمفوسايتس بنلاقيها هي شبه، هي حجمها مقارب شويه من حجم الار بي سيز صغيره يعني. هو ليه يا دكتور حضرتك ما شرحتيش ده كله واحنا قاعدين يعني؟ عشان ما كانش في مايك. عشان احنا بنسجل فيديو دلوقتي. الليمفوسايت اهي حواليها ريم اوف سيتوبلازم، تمام. والنيوكلاي كبيره واكله كل السيل ما عدا بس شويه صغيرين سيتوبلازم حواليها. الليمفوسايت دي لما تبقى ماتيور تبقى بلازما سيل، هي وظيفتها ان هي بتطلع انتي بوديز، تمام. بتبقى النيوكلاي اكسنتريك شويه على جنب وحواليها السيتوبلازم زي تيل كده جنبيها. النيوكلياس كمان ليها شكل مميز اللي هي الكاروت ويل ابيرنس، شبه العربيه بتاعت الكاريتا اللي بتجرها الحصان، تمام. فيها حتت كده السيتوبلازم جاي على جنب، يعني السيتوبلازم ده كبر والنيوكلياس بقت متزاحه، تمام. المونوسايت زي ما اتفقنا حجمها اكبر شويه والكيدني شيبد النيوكلياس بتاعتها، كويس ماشي. بعد كده جينا جبنا بلاد فيلم الواحد عنده اكيوت انفكشن، فبقى حاجه اسمها ليوكوسايتوزيس. ليوكوسايتوزيس يعني الار بي الواي بلاد سيلز زادت عددها، زاد اهو بالنسبه، المفروض ان هي تبقى اقل من كده بالنسبه للار بي سيز، لكن هنا عددها زاد اللي هي النوع السيلز دي ايه نيوتروفيلز البوليمورف نيوكليير، يبقى اسمها ليوكوسايتوزيس، تمام. انكريز نمبر اوف فايف بلاد سيلز. هنا بقى حاجه اسمها ثين فايبرين هي ليوكوسايتوزيس. ليوكوسايت نفس الحاجه بس دي معليين شويه الباور ودي باور اقل، تمام. طيب هنا بقى فايبرين مش اللي هي بيبقى مع الاكوت انفلاميشن، تمام. الانفلاماتوري فلويد فيه فايبرين وانتانجلنج ار بي سيز وشويه انفلاماتوري سيل هي بوليمورف نيوكليا اللي بتاعت الاكوت انفلاميشن، يبقى ده اكوت انفلاميشن. شايفه الفايبرين اللي هي الخطوط الشعر اللي عامل كده، ده فايبرين وجواه تراب جواه ار بي سيز وبوليمورف نيوكليا اللي هي النيوتروفيلز بتاعت الاكوت انفلاميشن. هنا بقى الصوره دي حلوه قوي، دي كابيلاري اهي دايليتد خالص ومليانه دم من جوه. احنا خدنا في الاكوت انفلاميشن اللي بيحصل ان الوايت بلاد سيلز يحصل ستيزس، والوايت بلاد سيلز تيجي تلزق في الاندوثيليوم في اللايننج بتاع البلاد فيزل عشان تعدي تروح على التشو المايجريشن، صح؟ مش انتوا خدتوا الكلام ده؟ فده هي شايفين قد ايه الليوكوسايتس كلها لازقه في الاندوثيليوم وعايزه تعدي، يبقى ده سيلولار ايفنت في اكوت انفلاميشن. هو المارجنيشن الاول وتعمل اديجن وايه وتعمل مايجريشن وتروح على المكان الانفلاميشن عشان تحاربه. الصوره دي كويسه. بعد كده عندنا الكاردينال ساينز اوف انفلاميشن، خلاص الكلام واضح، اللون احمر اهو ريدنس وهوتنس وسويلنج وبين ولوس اوف فانكشن، يعني مثلا لو هي جايه ناحيه الاي الفيجن هيتاثر شويه، لو جايه ناحيه البق مش هيعرف ياكل، لوس اوف فانكشن، تمام. طيب بريدنتال ابسس حوالي بريدنتال حوالين السنه في ابسس، تمام. ابسس يعني ايه؟ يعني كافيتي كونتيننج بص، يعني في سويلنج كده وجواه بص. بعد كده يجي الكربانكل انتوا عارفينه اللي هو بيبقى مالتيبل كده ساينس فاتحه في السكن، لان في دي في فايبرز سته اللي مقسماها، فده يجي اكتر في عيان دايبيتك، صح؟ وبيجي في الباك وفي الرقبه من ورا وفي الظهر في الحتت اللي فيها الفاشيا تخين، تمام. ده الكربانكل، يعني هو هيجيب لك الصوره دي اهي مالتيبل اهو مفتحين ودي مطلعه بصه اهي، يبقى دي ايه كربانكل. الفرانكل او البول اللي ريليتد للهير فوليكل، وهو جايب لك هير اهو، جايب لك ايه بتطلعه بص، ماشي. اول ما نشيل الهير اول ما نشيل الهير يطلع او واحد حته واحده كده بوينت من حته صغيره، هو ده الفرانكل او البوينت او يعني الهير ممكن يبقى صغير مش باين، ماشي. السيلولايتس اللي هو ايه يعني احنا الفيوز انت بصي حته وبوينت صغيره خالص كده طالع منها بس وفي هير اهو، ماشي. هو الفوليكل او هي اصلا بتيجي في التشين من الحلاقه يعني في الرجاله، تمام. السيلولايتس عندنا دي ايه
ديفيوز اكيوت سبريتيف انفلاميشن اللي هو بتاع الستريبت. يعني كان كل الكلام ده ستريبت اللي هو صح ده ستريبت بقى اللي هو الرجل كده كلها انفلامد وكده اللي هي السيلولايت ماشي. بعد كده في دي كده كل اللي احنا قلناه كان الايه سبريتيف انفلاميشن سواء ديفيوز او لوكالايز او كاربونتيل وارس لا عادي مش مشكله. انت سيروس انفلاميشن اللي هو بيطلع سيروس فلويد اللي هو كان عندك نوع مثالين مثال البيرن سكن بيرن اللي هو بيطلع البقليله دي لما الواحد بيتلسع تمام. في السمبلكس فيروس اللي هو اللي بيطلع لهم حراره حوالين بقهم تمام اللي هو فيروس الهيربس سمبلكس تمام. يبقى دول نوعين من الايه من السيروس انفلاميشن. بعد كده فيه فايبرنس انفلاميشن اللي هو اسمه فايبرنس بريكاردايتس الهارت حواليه بريكارديوم اللي هو غشاء رقيق جدا ده المفروض يبقى شفاف خالص ما فيهوش حاجه. لو حصل عليه فايبرنس انفلاميشن بيتحول يبقى فايبروز جامد ولازق شايفين. يبقى ده نورمال هارت وده الهارت اللي حواليه ايه فايبرنس بريكاردايتس. ولما شلنا البريكارديوم بنحاول نشيله فيه ادهيجنز لازق مش عارفين نشيله تمام. طيب الصوره دي قطار الانفلاميشن ده بيبي عنده قطار الراينايتس كومون كولد برد عادي وشايفين القطار الانفلاميشن كتير عليه فايبرنس ايه كتارول. بعد كده السودو ممبرينس انفلاميشن وعندك ايه مثالين البسيلاري بسيلاري ديزنتري والدفتيريا. البسيلاري ديزنتري دي حته في الكولون بتعمل ديزنتري اللي هو بينفل اللي هو ديزنتري عارفين يعني ايه ديزنتري دايريا بس بينفل وفيها ميوكس وبلاد وكده ده اسمه سودو ممبرين تمام يعني غشاء كاذب. وهنا بقى جايبين اللارنكس فيها دفتيريا وعامل سودو ممبرين تمام الدفتيريا. ممكن تقول لنا نعرف الحاجات الثانيه انت اول حاجه لما بصيتي كده انت شايفه ده التراكيه دي بتاعه اللارنكس هي مفتوحه وماسكينها بفورسبس كده وجواها السودو ممبرين اهو ودي حته السيجمنت من الانتستين مفتوحه كده وعليها السودو ممبرين اللي هو لونه عشان كده الصور اللي هتيجي هتبقى افضل يعني هيبقى شكلها هي نفس الصور بس الايديت بتاعها احسن دي مشدوده شويه ماشي. كرونيك انفلاميشن كل اللي فات ده كان اكيوت صح. كرونيك انفلاماتوري سيلز هم اثنين ليمفوسايتس وبلازما سيلز. البلازما سيل هو اللي مشاور عليها بالسهم لان احنا زي ما اتفقنا ان هي السيتوبلازم بتاعها مسحوب كده والنيوكليس جاي على جنب تمام. وبعد كده انواع الكرونيك انفلاميشن في ممكن تعمل جرانيلوما ماشي. كرونيك انفلاميشن جرانيلوما دي انت بصي هتلاقي اول حاجه في فرق بين النيوكليس اللي هي كانت سيجمنتد وكده اللي هي كانت هنا دي شايفه هنا بقى هتلاقي السيل اللي هي اللي احنا قلنا لسه الليمفوسايت اللي هي نيوكليي كبيره وسيتوبلازم ريم صغير حواليها او سيتوبلازم كبير ومسحوب اللي هي الايه البلازما سيل ماشي. يبقى دي كرونيك انفلاميشن ماشي. بعد كده في ثواني اللي هي بتبقى مع الكرونيك انفلاميشن والجرانيولوما دي عباره عن جوه بيبقى ماكروفيج وابسيلويد سيلز لونها محمر كده شويه اهي وحواليها بقى ليمفوسايتس النقط الزرقاء دي ايه ليمفوسايتس حوالين وفي النص في ايه خلايا لونها محمر شويه دي الماكروفيجز والابيثيليويد سيلز. فانا يبقى دي كرونيك انفلاميشن هي الجرانيولوما. بعد كده في كرونيك انفلاميشن اللي هي مالتي نيوكليتد جاينت سيل. جاينت سيل خليه كبيره خالص كل دي خليه ومالتي نيوكليتد يعني جواها نيوكليي كتيره تمام. كل دي خليه كبيره ونيوكليي هي مترصصه دي كاركترستيك للكرونيك انفلاميشن تمام. وبعد كده في حاجه اسمها فورين بودي جرانيلوما. انت خدتوا انواع الجرانيلوما تي بي ساركويدوزس والكلام ده صح من ضمنها الفورين بودي جرانيلوما برده فيها مالتي نيوكليت جاينت سيل. ده الجاينت سيل الكبيره خالص دي جواها نيوكليي وبلعه فورين بودي اللي هو الدوائر دي تمام. يبقى جاينت سيل كبيره مليانه نيوكليي وبلعه فورين بودي يبقى دي فورين بودي جاينت سيل من اسمها تمام. الالوان دي هنا دي صح الصور دي هنا دي تمام كده كده. يبقى كده احنا خلصنا الحته بتاعه الانفلاميشن. الريبير بقى اول حاجه دي سكراتش كده على الـ على الـ على السكن ومجرد خرابيش كده صغيره هتحصل هيلينج بفايبروز ماشي. بعد يبقى دي الايه هيلينج باي ريجينيشن مجرد خدوش بسيطه كده على السيرفس. بعد كده نشوف الجرانيليشن تيشو لما يتكون يحصل ووند يحصل لا جرانيليشن تيشو الاحمر اللي في النص الاحمر اللي في النص ده لازم الجرانيليشن تيشو يبقى لونه بينك ومويست يعني رطب كده ولونه بينك احمر لان هو عباره عن كابيلاريز كتيره وفايبروبلاست ده اللي هو بيحاول يلحم الجرح ده جرانيوليشن تيشو. بعد كده ده جرانيوليشن تيشو بس حصل عليه انفكشن لان هنلاقي لون اصفر في النص كده اللي هو البص تمام. يبقى ده برده جرانيوليشن تيشو وبرده مويست وبرده ريد بس في النص لون ايه يلو اللي هو البص يبقى انفكتد جرانيوليشن تيشو تمام. بعد كده ده جرح في الايد بسبب بيبر كات اللي هو انت بتقلب الكتاب الورقه عورتها ده جرح نظيف وصغير وكده هيلينج هيبقى فيرست انتنشن تمام مش سكند انتنشن جرح نظيف وصغير ده بيبر كات هيلينج باي فايبروزس فيرست انتنشن لان ده سيرجيكال وون ده جراح هو اللي فتحها فاكيد بيبقى احسن حاجه من مفيش انفلاميشن مفيش انفكشن مفيش مشاكل وهيدي انتي بايوتيك بعديها والجرح نظيف بمشرط يبقى فيرست انتنشن طبعا صح. وكان عندكم ايفالويشن شيت كان وبرده واحده شالت لمبه تقريبا من البريست ومكان الجرح كان نوعه ايه كان هيبقى فيرست انتنشن دي الاجابه بتاعتك.
صح؟ بعد كده ده هيلنج حصل، بس احنا عملنا جاب، كان في جاب، شلنا حته كبيره. لو مثلا كان عنده ألسر والجراح شلق، يبقى ده في جاب كبير اهو، يبقى الهيلنج هيبقى بالايه؟ بالسكندري انتنشن، لارج ووند وسكار هيبقى بيرمننت طبعا وشكله وحش. تمام؟ بعد كده ده وبرده سيرجيكال ووند بس حصل عليه انفكشن، كان في مشكله في ادوات، مفيش تعقيم كويس كده، حصل عليه انفكشن، فبرده الهيلنج هيبقى سكندري انتنشن. صح؟ بعد كده عندنا انواع بقى الكوميونيكيشنز بتاع الوند هيلنج. اول واحده كوزماتيك ديفورميتي، تشوه، يعني ده حصل بير ومعاها برده لوس اوف فانكشن، انا مش عارف يتحرك ولا يبني رقبته كده، لوس اوف فانكشن وديفورميتي. تمام؟ بعد كده في ايبيدرمويد سيست، اللي هي دي اللي هي اتفقنا لما يحصل هيلنج جزء من الابيدرمس بره يدخل جوه يعمل سيست جوه. تمام؟ يعمل المنظر ده. بعد كده ممكن السكار الهيلنج ما يقدرش يبقى يكمل، يبقى ديفكت، يبقى ديفكت في السكار فورميشن، ومش عارفين ايه نقفل السكار فيفضل مفتوح كده. او ممكن دي واحده كانت بتخرم بتعمل خرم للحلق. تمام؟ يبقى ده هو ده اهو. ولما جه حصل كومبليكيشن حاجه اسمها كيلويد، كيلويد ده اللي هو في نوع من هايبر، يعني يبقى كبير هايبر تروفيك سكار، وفي نوع زياده خالص بقى الكيلويد يبقى حاجه كبيره خالص فوق الايه، ولازم تتشال ويحصل لها ريكرنس ترجع تاني. تمام؟ في بقى حاجه اسمها مارجولين ألسر، دي واحد برده من الكومبليكيشن بتاع الهيلنج، ان ممكن يقلب مالجنانت في الحته دي مع البيرن وكده. واحد عنده بيرن فتره طويله جدا بعد 20 سنه يديله عليها سكويموس سيل كارسينوما فانسا، اسمها مارجولين ألسر. تمام؟ دي الميزه ازاي دكتور؟ ايه دي الميزه ازاي؟ شكلها ايه وندو خلاص زي ما هي زي شكلها مالجنانت، شكلها وحش يعني فاهمه، وحواليها في بيرن اهو سكار كده وشكلها وطالع لفوق لبره وشكلها وحش. فرق مثلا بينها وبين الجرينيشن تيشو ده، دي حته مويست، ده انفلاميشن اهو، بص يعني دي اللي شبه دي شويه صح، بس دي شوفي طالعه لفوق ازاي، ودي لا الدنيا مويست والدنيا اديمتوس، لا ده انفلاميشن، لكن ده حاجه كرونيك بقى لها فتره هي وطالعه لبره وعامله ايه ماس سكويموس سيل كارسينوما. ما هو ديفكت في الهيلنج اصلا، يعني ده كده الجرح قبله وده كده بعد حقه اليمين، لكن وده برضه هيل، لكن ده ما فيه يعني دي كده الصفحه دي كده كومبليكيشن بس هي واحده واحده عندك اه كده. تمام؟ كده خلصنا الهيلنج. السيل انجل بقى هناخد الحاجه اسمها النورمال ليفر الاول، الشكل ده الطبيعي، حاجه اسمها استياتوزس. استياتوزس اللي هو فات اكوميشن جوه الليفر، ممكن يبقى ديفيوز واخد الليفر كله، فتلاقي الليفر اهو شكله ايه مسفر، شوف كان اصلا شكله عامل ازاي كده صح، بقى مسفر لان كل في ليفر ديفيوز في كل حاجه. او ممكن يكون باتش استياتوزس واخد جزء وسايب جزء، ودي شكلها يعني شبه النوتميج ابيرنس، شبه جزء الطيب اللي هي ده الليفر اهو ماشي دكاتره، وجزء منه احمر اللي هو شكل الليفر العادي، وبيبقى كونجستد كمان، وجزء منه اصفر، شايفين اللون الاصفر ده الاستياتوزس. يعني شوف الاصفر اهو هي الصفره دي وحاجات حمراء اهي، يعني شايفين ده يعني الصوره على فكره اوضح بكتير على الداتا شو، يعني بيجيب في الامتحان هي نفس الصوره دي بس على اوضح، يعني هي نفس الصوره، وده النوتميج. تمام؟ يعني شبه النوتميج اللي هو جوز الطيب، عارفين ان جوز الطيب ده نوع من انواع التوابل، هم مشبهوها بالنوتميج لان هي شبهها فعلا، حتى الصفرة وحتى الحمراء. تمام؟ ده سياتوزس، مش عارفين النوتميج لان مش عارفين الصوره شايفينها ايه، ده ليفر الاول، ده ليفر. تمام؟ وفي سياتوزس في جزء اجزاء منه صفرة واجزاء منه حمراء. فين الاصفر فين الاحمر؟ يعني اصفر اهو، ده مش اصفر، ركزي كويس. ماشي الاحمر فين؟ الاحمر اهو نقط صغيره، هي نقط صغيره صفرة ونقط، يعني ده تحس ده مش هوموجين، مش لون واحد صح؟ ده بقى ديفيوز كله اصفر. تمام يا دكاتره؟ سياتوزس. طيب بعد كده في سياتوزس برده في الهارت، انتوا عارفين يعني ايه سياتوزس اصلا صح؟ فاتكوميشن. تمام؟ ده الهارت حصل فيه سياتوزس حاجه اسمها ايه؟ تايجرويد او تابي كات ابييرنس، حط لك صوره قطه، والله جابها لك في الداتا شو عليها معاها القطه خلاص يعني صح؟ ما جابش معاها القطه؟ مش عارف. ده هارت وفي ايه؟ حتت صفراء وحتت حمراء، اللي هو الايه؟ الاصفر ده الفات، ومدي شبه التايجر شبه النمر. تمام؟ حتت ايه فاتحه حتت صفراء وحتت غامقه لقلب. تمام؟ ده برده باتش ستيتوزس اوف هارت. بعد كده برده ده النورمال ليفر. معلش تاني يا دكتور انا هعرفها ازاي على ده؟ لا مش قلب قطه، ده شبه القطه شكله من بره مخطط شبه النمر او القطه، السادي كات او ايه؟ ده قلب انسان. ماشي؟ طب احنا هنحصل عليه؟ ايوه هارت. بصي انت برده بتذاكر خلاص، في كام صوره فيها هارت عندكم في المنهج؟ جمعوهم وشوفوا انتوا قدام عشان تفرقوا، تعرفوا تفرقوا بينهم. موبايل هينفجر من هنا. احنا لما تيجي مش هنعرف ده هارت او مش هارت، احنا مش عارفين ده هارت. لا ده ماشي ده لا دي نوع ده نوع، ده ديفيوز وده باتش. ديفيوز واخد كل الليفر ده قبل ما نقطع فيه، ده قطعنا فيه فبان بالشكل ده، لكن ده باتش وده برده باتش اللي هو بتاع الديفيوز بتاع الهارت، ده قلب اهو بس شبه جدا قطه من بره مخطط يعني. ده مقرب شويه. يعني مقرب بس ده شكل الهارت اللي هيبان. عشان هي غالبا هيجيب كده عشان او هيجيب كل اتنين جنب بعض باذن الله يعني.
تمام. ده نورمال ليفر اهو، ده ليفر فيه ايه بالروبين ايه اندوجينس بيجمنت. طبعا بيجمنت اندوجينس اكسوجينس صح، بيجمنت من جوه البايل اللي هي الصفرة اللي بتطلع من عارفينها بتطلع من الليفر وتروح على الجول بلادر على المراره صح. فلما يبقى فيها اكوميشن مراره تتسد او كده البايل بتجمع في الليفر فيدينا المنظر ده لون اخضر كده، البايل بقى لونها اخضر ماشي. ده بيجمنت، ده ليفر اهو في بيجمنتيشن. بعد كده في بقى دي عنده بيجمنتيشن وميلانين، ده صوره سهله وحلوه خالص صح. دي بقى لانج بيحصل في حاجه اسمها انسراكوزس. انسراكوزس ده اكزوجينس بيجمنت اكوميليشن، واحد مدخن او مثلا في مكان فيه بوليوشن او كده. ده الكربون، الكربون اللي بيدخن حريق يعني، هو الاسود ده شايفينه هو اسود اهو، دي لانج وفيها انسراكوزس فعلا. ده تاتو برده اكزوجينس ايه بيجمنتيشن، من بره بيحقنوه تحت الجلد. اكيد مش هجيبوا الحاجات السهله دي يا دكتور انا عارف صح. ماشي. ده بقى ايه، ده رينال انفاركشن، دي كدني وشايفين فيها مثلث كده لونه اصفر فاتح وسط التشو النورمال. الحته الاصفر ده ما تلخبطش بقى مع حاجه، مثلث اهو انتوا عارفين الانفاركشن بيبقى شكله مثلث غالبا في الكدني تمام. جايب لك صوره جروس لونها فاتح اهو، ده انفاركشن نوعه ايه، نكروز كواجلاتيف نكروز. يعني عارفين نكروز اللي كواجلاتيف يعني كواكتيف صح، ده الكواجلاتيف اللي بيحصل في كل حته ما عدا السي ان اس صح. كواجلاتيف نكروز رينال انفاركشن، ولما شفنا في الصوره بالاتش اند اي بالميكروسكوب ده النورمال تيشو بتاع الكدني الطبيعي الحلو، وده اللي فيه انفاركشن اللي هو جوستس اوف سيلز، اشباح الخلايا، الخلايا ماتت بسبب اشباح. يبقى دي الخلايا ده الحته النورمال ودي الحته الايه الانفاركتد اللي ميتة تمام. يا دكاتره شريحه نصها كده نورمال ونصها خلاص يبقى انفاركشن ماشي. بتبان صبغه اصلا مش اكتر. ايه تبان صبغه يعني، تبان باك جراوند وخلاص. اللي هي ايه دي؟ دي لا هي دي جوستس، احنا بنقول عليها كده كلمه جوستس اوف سيلز. لو دققتي بقى كويس هتلاقي نفس شكل الكدني بس ميت يعني مش باينه فاهمه. هو خلاص انت هتلاقي شريحه مقسومه من نص ده كدني نورمال ونص ده كدني انفاركشن ماشي. يعني احنا لما جينا خدناها من الحته دي عشان تبقى نصها هنا ونصها فاهماني تمام. هنا بقى ده برين وحصل فيه انفاركشن، بيحصل فيه اي نوع من النكروزس الكوفاكتيف نكروزس. هيجيب لك حته ده برين، ما هو ده ما يلخبطش شكل المخ صح، وفي حته ميته فيها انفاركشن نكروزس، هيبقى اسمه ايه الكوفاكتيف نكروزس مش كواجولاتيف. حافظين الكلام ده صح. بعد كده مش عارفين انواع النكروزس كواجولاتيف في كل الجسم ما عدا صح. طب احفظوه بقى ماشي. في كيزياس نكروزس، في التي بي ده نوع كيزياس شبه الجبنه يعني، يبقى النكروزس شبه الجبنه ماشي. ده في اللونج، وعرفت ازاي ان هي لونج من ضمن الحاجات اللي عرفت فيها في نقط سودا، النقط السودا دي هو الانثراكوز اللي انا لسه قايله لكم عليه اهو ماشي. يبقى دي لونج نقط سودا هي من نقط الاسود، يعني ده راجل كان مدخن او عايش في حته فيها تلوث في حلوان او كده، والحته اللي في النص دي اهي حته اصفر شبه الجبنه، دي ايه بقى كيزياس نكروزس بتاعت التيبركلوزس تمام. في اللونج لازم نكتب ان هي في اللونج. دي بقى حته لينف نود اهي، لينف نود مش انتوا حاطين التي بي انه بيروح للينف نود بيعمل تي بي لينفادينايتس، هي كلها كيزيشن كيزياس نكروزس بتاع الايه اللينف نود تمام بتاع التي بي. دي بقى انزيماتك حاجه اسمها فات نكروزس، حصل ده عين عنده بانكرياتايتس، البانكرياتيك انزيمز طلعت على الميزنتري على الابدومينال كافيتي والابدومين مليانه فات صح، فعملت حاجه اسمها فات نكروزس بقى شولكي وايت هارد كده، لان بيحصل عليه كالسيفيكيشن. الكالسيوم شبه البون، مش الكالسيوم بيروح بيعمل شبه البون، فبالتالي بيمسكوا زي حته الطباشير الابيض الهارد تمام يا دكاتره. يبقى ده فات نكروزس، دي حته اومنتوم حته فات فيها حته نقط كده صفراء، النقط دي اللي مشاور عليها بالسهم هي دي الفات نكروزس. دي باتشز كده ماشي لونها ابيض وهارد وشولكي، شولكي يعني شبه الطباشير تمام. الفات نكروز بيحصل عليه كالسيفيكيشن تمام.